وبالتأكيد برامج جميلة ننتظرها احنا ان شاء الله قريبا في شهر رمضان المبارك. ودائما قناة رشيد الفضائية هي سباقة، والمخرج حبوبي اكيد يعني ايدني. شو تقول حبوبي؟ اوكي. طيب ان شاء الله نتمنى لكم اوقات سعيدة برفقة برامجنا اللي راح تظهر ان شاء الله في شهر رمضان المبارك، من مسلسلات ومسابقات وايضا يعني كثير من البرامج اللي هي كوميدية وثقافية واجتماعية وغيرها. ان شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم. مستمرين بفقراتنا الصباحية لهذا اليوم، برنامج يوم جديد، واكيد وصلنا الى فقرة ضيف حلقتنا لهذا اليوم. طبعا اليوم راح نتحدث عن عمليات نحت الجسم وايضا شفط الدهون. هاي العبارتين اللي كثير من النساء والفتيات والرجال حتى وكبار السن يتحدثون بها في الآونة الأخيرة. شنو فائدتها للجسم؟ شنو فائدتها للشكل الخارجي والمظهر اللي ممكن انه يظهر بجسم الانسان او الرجل او البنت بصوره عامه؟ هذا اللي راح نتحدث به ان شاء الله مع الدكتور غسان عبد الاله، اختصاص الجراحه التجميليه والتقويميه. صبحك الله بالخير وتحياتنا. صباح الخير استاذ عمر، صباح الخير على عيون المشاهدين الكرام في قناه رشيد. تحياتنا لك. بالبداية احنا تحدثنا عن الشكل الخارجي والأمور التجميلية اللي ممكن انه ينحتها، مثل ما نقول احنا نسميها نحت، ينحتها الرجل او المرأة، لكن اكيد هنالك بعض المضاعفات، هنالك بعض الأضرار. راح نتحدث عن كل هذه التفاصيل ومنو اللي يستحق انه فعلا ينحت جسمه او يسحب الدهون او مثل ما نقول يشفط الدهون من تحت الجلد. لكن قبل هذا كله دكتور، احنا قلنا الجراحة التجميلية والتقويمية، وقبل شوية قلت احنا انظلمنا باسم التقويمية. اي صحيح. يعني ليش انظلمت؟ يعني يمكن البعض عبالة تحكي حقيقة. هي التقويمية هي كلمة بلاستيك سيرجري، يعني كلمة تشمل يعني بلاستيك هي تو مولد، يعني اعادة تشكيل. فتشمل قسمين مهمات اللي هو قسم التجميل البحت، والقسم الثاني هو اعادة الترميم ريكونستركتيف. يشمل هالقسمين. فحاليا لانه الوضع بالعراق اصبح كل من هب ودب يعني يشتغل بالتجميل ويمد ايده على التجميل، حتى جراح التجميل ابتعد يعني عن المشهد، واصبح الناس اللي ما لهم علاقه بالتجميل هم اللي مسيطرين على التجميل بصوره عامه. المراكز اللي موجوده يمكن بالضبط، المراكز الصالونات وغيرها، حتى العيادات اللي هم ناس ما مختصين بامور التجميل اصبحوا هم المسيطرين على يعني مجرى عمل التجميل بالعراق. طيب دكتور، بدايه ماذا تعني عمليه نحت الجسم؟ وقبل ما تجيبني اكيد احب انوه لكل مشاهدينا ومتابعينا ان الاتصالات مفتوحه دائما وابدا، خصوصا اللي يعاني من شويه دهون تحت الجلد او السمنه. اكيد دكتور غسان عبد الله كله اذن صاغيه للاجابه عن كل أسئلتكم واستفساراتكم. تفضل دكتور. عفوا، نحت الجسم هو عملية، هي مجموعة عمليات تشمل ضمنها هو شفط الدهون أو شفط الشحوم. نحت الجسم هو إظهار الجسم بالشكل المتناسق اللي كل عضو يكون بوضع الطبيعي، التشريح الجسماني مالته يكون واضح. فضمنها تشمل طبعا شفط الشحوم أو الدهون، حقن الشحوم في بعض الأماكن، كذلك بعض العمليات لإزالة التاهلات، الجلد الزائد، هذا كله يعني ينصب بكلمة نحت الجسم. بدأت عملية شفط الشحوم منذ السبعينات، طبيب اسمه إليوس، هو طبيب فرنسي، كان عنده صديقة عندها مشكلة أنه عنده تجمع شحوم في الظهر. ذاك الوقت كان الموديل أنه الظهر يكون يعني أكو ملابس خاصة له، فيعني كانت مشكلتها أنه ما تريد فد أثر بالظهر. ففكر رجل لمدة أسابيع واخترع طريقة شفط الشحوم، أنه يدخل كانيولا اللي هو عبارة عن أنبوب نهاية فتحة، وبالنهاية الثانية جهاز يشفط الشحوم، فيدخل هذا الكانيولا ويبدي يسحب الشحوم شوية شوية من عدها إلى أن يخرجها للخارج بدون ما يكون أكو أثر، يعني
القصة طريفة هي، وبعدين خلصت من الموضوع هذا، لكن كانت أكو بالبداية مشاكل لأنه العملية كانت بها دم هواية، فبعدين أيضا اتطورت، قاموا يحقنون مواد توميسن سولوشن يسموه، يحقنون مواد إلى داخل الجسم بحيث يبدي السحب بدون يكون أكو دم، ويكون أيضا غير مؤذي، يعني تخدير موضعي بسيط. وهكذا اليوم اتطور الموضوع كلش هواية، ووصل إلى الأمور اليوم وصلنا لها، الفايزر وما فايزر، وتقنية شفط الشحوم أو الهاي ديفينيشن أيضا اللي هو شفط الشحوم عالي الدقة. طيب دكتور، أريد أسألك، من يمكنه القيام بعملية نحن الجسم؟ هل فقط الذين يعانون من السمنة؟ لا، حقيقة هو هذا المشكلة، أنه الفهم الخاطئ أنه عمليات نحت الجسم هو للسمنة. السمنة تعريفها العالمي أنه هي زيادة الوزن عن الحد الطبيعي. احنا عندنا لازم فد فاكتور او فد عامل مهم نحسبه قبل ما نقول انه هذا الشخص عنده سمنة او زيادة في الوزن، اللي هو الطول او بالضبط. اكو فد معادلة بسيطة اللي هو الوزن، ينظر في نفسه الوزن تربيع، تقسيم الطول بالمتر المربع. الطبيعي من 18.5 الى 25، من 25 الى 30 هذا يسمى زيادة بوزن، ما نسميه سمنة. وبعد الثلاثين يسموها سمنة، بعد الأربعين يسموها سمنة مفرطة. أوكي. عمليات الشفط هي ما تشمل ما يعني ما تكون لهذول الناس اللي يكون عندهم سمنة مفرطة كثيرا، لا، تحتاج الناس اللي يحتاجون بعض التنسيق، عندهم دهون في مكانات معينة يحتاجون إزالتها، ما ممكن إزالتها مثلا بالعمليات العادية أو بالرياضة أو حتى بالرجيم، مدى تروح هذه، لأنه هي يسموها دهون مقاومة، تقاوم أي عمليات، يعني رجيم حتى أو العمليات، حتى بعض العمليات، نعم بعض العمليات ممكن، لكن مثلا عادة الناس تتجه للرجيم والرياضة، هذه تكون الدهون مقاومة فتحتاج إلى عمليات الشفط بهالمناطق. هذا بما يخص الشفط، لكن أريد أسألك دكتور، ما هي المناطق في جسم الإنسان التي فعلا ممكن انه يعني تنحت، مثل ما ذكرت حضرتك انه هنالك مناطق معينه ممكن انه ينحتها الطبيب؟ صحيح. الطبيب المختص او الدكتور، ماكو حاليا اكو منطقه في جسم الانسان ما ممكن ما تعرضت لها يعني النحت، من الوجه، من الرقبه الى البطن الى الظهر الى الافخاذ والذراعين، كل المناطق حتى الوجه، نعم، والرقبه بها نحت، وبها اجهزه خاصه وكانيلات خاصة لهالمكونات، الوجه والرقبة طبعا كثير من الحالات تحتاج إلى هذه العمليات، وبالوجه بالعكس، بالوجه اللي تستفسر عليه أكو أجهزة خاصة للليزر، نحت بالجهاز الليزر يعني مخصص لهالمناطق هذه حتى يشتغل بدقة عالية وما يحتاج كميات شفط شحوم هواية. حقيقة أنه الشحوم اللي نأخذها إحنا نعتمد أنه الشحوم اللي تبقى هي عندنا الأساس والمهم. لهذا مريض يجي يسألنا يقول مثلا إيش قد أنزل وزني، إيش قد حينزل وزني، فهذا السؤال دائما يتكرر علينا. إحنا العمليات الشفط هي مو عمليات تنزيل، أكو عمليات السمنة خاصة، عمليات إلها ناسها وإلها عملياتها، لا، إحنا ننسق الجسم، نخرج الجسم، الوضع التشريحي للعضلات يبين أكثر واضح، لكن ما حنقدر نسحب شحوم كثيرة. وبعدين حنتكلم عن الشحوم ووجودها في طيب الجسم. وبعدين نتحدث عن موضوع الشحوم، لكن دكتور أريد أسألك عن ما هي الخطوات التي يمكن أن يقوم بها الطبيب أو الدكتور في نحت الجسم جراحيا؟ نعم، يعني أقصد في العمليات الجراحية. أي أولا الطبيب لما يشوف المريض لازم يفحصه كامل، يشيك المريض عنده وين مكانات الشحوم الزائدة، وين مكانات اللي بيها جلد مترهل، لأن الجلد المترهل هذا بي مشكلة، بي أكو أنواع من الجلد يرجع بعد عمليات الشفط، وأكو أنواع لا، الترهل يبقى، فلازم الطبيب يفحص بشكل يعني كامل، ويكون طبيب اختصاص بحيث يعرف أنه هذا المكان ما حيصير بي ترهل، والمكانات حتى إذا صار ترهل بعدين يعني بالمستقبل يعرف شلون يعالج الترهلات، هذا هم اختصاص كامل. يبدي ينحت الجسم، إذا صار ترهل بالمستقبل حيحتاج إلى عمليات قص وشد، مثلا بالبطن إذا صارت عندنا ترهلات أكو عملية شد البطن، نقص الجلد الزائد ونرجع العضلة إلى مكانها، عندنا العضلة الوسطية اللي موجودة في البطن هذه ويا السمنة شوي شوي تبدي تتباعد عن بعضها، فيبدي الطبيب يرجعها إلى مكانها الصحيح. طيب بما أنه ذكرت دكتور البطن، لذلك أريد أسألك كيف يتم عملية الشفط
او سحب الدهون او الشحوم من منطقه البطن؟ سؤال كلش حلو. الشفط عاده يتكون من 3 مراحل، كل عمليه شفط 3 مراحل، مهما كان الجهاز مهما تسمع الاجهزه هي 3 مراحل. المرحله الاولى هو مرحله التخدير، يدخل الطبيب بكانيولا بسيطه، يدخل المكانات اللي بالبطن، يحقن في المادة يسموها توميسن سولوشن، فد مادة بها مادة مخدرة ومادة أخرى هي مادة تمنع النزف، لأن هذا فشي مهم. بعدها يدخل بكانيولا ثانية. تخدير موضوعي دكتور، أسألك عن موضوع أنه هل يحتاج إلى تخدير عام أو لا، لكن بعد ما نشوف صبا من ذي قرار. صباح الخير عليك يا صبا. ألو، صباح الخير. صباح الخير والعافية عليكم، تفضلي. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا دكتور. أراني عمري 43 سنة. نعم. وطولي 165. نعم. ووزني يعني 100، أكثر من 100، بس بمناطق محددة. نعم. يعني منطقة أنا متزوجة وعندي أولاد 3، مناطق بطني، منطقة البطن. نعم. وظهري شلون التكتل هو يعني حسبي، يعني شلون دهون بالجانبين. نعم. بس هذا يعني مثل خلينا نقول اذا ظهرك كانه حد بصايره بالضبط هالشكل. لا 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 لا، لو مساوي مساوي يعني مساوي. نعم. ايه اوكي اوكي. حاليا يعني احنا قلنا الاوزان الكبيره ممكن اجراء شفط الشحوم، لكن مثل ما قلنا انه ما حينزل وزنه هوايه، لكن بعض الناس يحتاجون الى مثل ملابسهم ما تكون واهمه عليهم، يحتاجون الى عمليات شفط. عاده الاوزان الكبيره نقولهم انه ممكن انه يصير اكثر من جلسه لشفط الشحوم او سحبها، ما ممكن بجلسه واحده. طبعا كل ما كانت الاماكن اكثر كل ما حنتجه للتخدير العام اللي حضرتك سالتني عليه هسه. الاماكن كثيره تكون عندنا، لا نتجه للتخدير العام لان حصير العمليه طويله مؤذية. أنا ما أريد أعطي المادة اللي تذوب هذه المادة توميسن سولوشن، أريد أعطيها بكميات كبيرة لأن هم بها مخاطر، فنحتاج إلى يعني نعطي تخدير عام لهذه المكانات هذه. طيب خلينا نشوف أبو حيدر. أبو حيدر صباح الخير عليك أبو حيدر. صباح النور. تحياتنا لك، تفضل أبو حيدر. الله. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. دكتور بلا زحمة، عندي جسم البطن شويه يعني بيها شحوم والارداف، يعني هاي شلون يقدر الواحد يتخلص منها؟ البطن بيها شحوم؟ مع العلم الاكل مالتي يعني قليل. نعم. يعني اي اكل شيء بسيط يعني السمنه راسا تصعد. اي البطن والارداف يقول. البطن والارداف. زين الرياضه شخباها وياك؟ نعم. الرياضه. والله الرياضه اذا تحرك يعني حتى اذا مارس كره قدم شيء ويا الاطفال وهذا. بس ما يصير عندي نزول يعني. اي لا احنا رياضه، نقصد رياضه يعني رياضه تطلع تهول، فانت تسوي رياضه لو لا، انت مو بس مشكله الاكل، احنا الاكل مرات يعني الانسان ياكل قليل صح، بس ما يصرف الاكل اللي دا ياخذه، فهي لازم اكو اكل ورياضه بنفس الوقت، فانت شنو اخبار رياضه وياك؟ اي عندي حركه زين يعني اذا امشي هوايه. تمشي هوايه. انا عمري 48 سنه فما اعرف يعني. نعم. اقدر يعني هذا يروح مني عن هذا الكرش؟ ممكن يروح طبعا اذا اكو رياضه جيده، هو مو فقط المشي. احنا لازم نتحدث عن الرياضه شويه، الرياضه لازم تكون رياضه يعني مو عنيفه، بس لازم اكو فتعب بيها. احنا يسموها مودريت اكسرسايز، يعني متوسطه. لا هي قويه كلش، لان اذا قويه كلش ما حي يحرق الدهون، الدهون يراد لها وقت طويل. دكتور عفوا اضر المقاطع، هو عمره 48 سنه. نعم. يعني اذا ما كان متعود على الرياضه من يعني قبل تقريبا 10 سنوات. صحيح. او 15 سنه ممكن انه تكون تاثيرها سلبي عليه اذا كان على مو احنا الرياضه بها يعني مراحل، يبدا بالرياضه اول شيء خفيفه وبعدين شوي شوي يبدي يزيد، مثل الرياضي اللي يترك الرياضه يبدي بالبدايه ما يعني تمارين بسيطه ويبدي شوي شوي يبدي يزيد بالرياضه. زين اكو طريقه مختصره هو مارد يعني مو اني الوزن حقيقه ما اعرف الوزن مالته والطول، لكن طبعا اذا اكو يعني مكانات تكتلات ممكن شفطها، ممكن نسحبها، نسحب الدهون هذه موجوده. قد وزنك اذا بعدك كان على الخط؟ اي طولي 165 والوزن مالتي 92. 165 طوله يعني مو طويل، وايضا بنفس الوقت وزنه 95 يعني وزنه زائد. 95 زائد.
يعني بهالحالة ممكن إجراء شفط لك، يعني ممكن إجراء شفط لبعض المكانات، لكن مثل ما قلت لك مو كل الوزن حيبدا ينزل. احنا عندنا العمليات الشفط هي مو تنزيل وزن، لكن ممكن بعض المكانات تترتب، يعني جائز صحيح ممكن. زين دكتور، عمليات الشفط مو ناجحه تخوفك، وهو جماعة صارت عندهم ضرر بالصحه. اي يعني هاي مشكله استاذ عمر، يعني مشكله انه الانسان بدا يعتقد انه عمليات الشفط مو ناجحه، وحقك انت تقول هذا الشيء، لانه السبب الناس اللي دخلاء اللي قاموا يشتغلون بالشفط وهم ما عندهم عمليات الشفط، عملية فن وعلم نفس الوقت، يعني مو أي واحد يجي ويشتغل هذه العملية، بيها عمق معين لازم أدخل، بيها كميات معين لازم أسحبها، بيها تشريح لازم أدرسه، اللي يصير أنه أكو ناس غير مختصة دا تشتغل، وبالحالة دا تأذي ودا تشوه أكثر ما دا تفيد، فيعطي الانطباع انه عمليات الشفط مو ناجحه. لا استاذ العزيز، عمليات الشفط بالعكس اذا اجريت بصوره صحيحه جدا ناجحه ومفيده للجسم بالعكس. شكرا لك وايضا شاكرين اتصالك. طيب دكتور، وذكر ايضا يعني معلومه كلش مهمه، يعني يجوز احد الاصدقاء والاقرباء مسوي عمليه الشفط لكن هاي العمليه ما نجحت عنده، او كانت لها تاثيرات سلبيه يعني مستقبلا، فلذلك يعني اكيد هاي العمليه ما حد يسويها اذا مو هو دكتور. صحيح. لكن هل هنالك بعض الاطباء او الدكاتره هم مو اختصاص او ممكن انه ما يكون ماهر بعمليه الشفط؟ نعم. وشلون نعرف الطبيب اللي انت قلت اطباء؟ يعني انا اعرف، يعني مو اعرف ولكن وصل لي انه حتى مو اطباء اللي يسوون عمليات الشفط، ممكن انه يسوي نفس الطبيب لكن ممكن وجود هذا الشيء، فطبعا ما تنجح عند العمليه وتكون فاشله وممكن تصير مضاعفات كبيره، وشفنا حالات لناس عندهم مضاعفات، التهابات، خراجات، تجمع سوائل، عدم تساوي، هوايه صارت. يعني ممكن للانسان انه يعيد العمليه هذه، ممكن يعني ازاله بعض الدهون اللي متكتله في مكان معينه، بالنسبه للخراج ممكن علاجه، الترهلات اللي يعني تصير بعدها ممكن ايضا ازالتها. فبالعكس انا اشوف العمليه حتى في الخارج من العمليات الرائجه جدا والناجحه جدا. طيب دكتور، بعض الفتيات او النساء هم يعني اجسامهم ما تحتاج الى مثلا سحب دهون او كذا، ويعني نقدر نقول عليهم رشيقات، لكن بيلجؤون الى عمليه نحت الجسم، هل هنالك اشكال معينه ممكن انه تقدموها لل حاليا اكو في العالم اكو وحتى في العراق عندنا في شيء اسمه هاي ديفينيشن لايبو اللي هو النحت عالي الدقة أو النحت اللي يسموه ثلاثي الأبعاد. اليوم الشاب أو الشابة تتجه أنه جسمها يشبه الشكل التشريحي، العضلات مثل الرجل العضلات المبينة، إذا شوف الصور الإغريق واليونان يحاولون يتجهون بهالاتجاه هذا، نفس الصور هذه يحاول يحصلها. والنساء كذلك العضلات بالنسبة للنساء هم موجودة يعني، بس بتختلف عن الرجل، لكن هذه العمليات موجودة. نعم تحتاج الأنثى أو الرجل إلى نحت للجسم بحيث تبين الشكل التشريحي أثناء الحركة وأثناء السكون. بالعكس هذا الشيء موجود وبالعالم كله أصبح. طيب ما بي مضاعفات سلبية كل عملية دحش على بما يخص موضوع النحت؟ نعم. وليس الشفط ولا كل عملية بيها مضاعفات، لكن إذا أجريت بأيادي أمينة وأيادي وناس دارسة ما بي مشكلة. أنت لازم تعرف تشريحيا الشحم أو الدهون وين صايرة، مكانها وين صاير، وين المكانات اللي تشفطها أو تسحبها، وين المكانات اللي تعوفها، لازم العملية تكون آمنة جدا. إذا لا طبعا أكو مضاعفات. طيب دكتور، بما أنه قبل قليل تحدثت عن موضوع التمارين الرياضية والرياضة بصورة عامة، هل يمكن أن تتم عملية النحت عن طريق الرياضة؟ أي هو النحت يعني بدايته هو الرياضة. بداية النحت هو الرياضة، تجي بقى المكانات اللي الرياضة مدى تأثر بيها، وهذا موجود. إذا بس أعطيني دقيقة واحدة أشرح لك إنه الشحوم الموجودة بالجسم الإنسان، الدهون أو الخلايا الدهنية أكو نوعين، أكو نوع تستقبل بها مستقبلات يسموها ألفا، وأكو مستقبلات يسموها بيتا. الألفا هذه اللي هي مقاومة للرياضة أو مقاومة كذلك للرجيم، البيتا هي اللي موجودة اللي هي تستجيب للرجيم. فأكو خلايا نعم حتستجيب للرياضة والرجيم، واكو خلايا ما حتستجيب، اللي هذه يسموها الشحوم المقاومه، اللي هذه تحتاج عمليات النحت والشفط. الاولى اللي هي بها الريسبتورز اللي هي بيتا اللي هي
هذا الخلايا المستقبله بيته، لا هاي حتروح بالرياضه والوجه. ممكن بعض الرياضيين يلجون الى عمليه نعم النحت يعني؟ نعم هو رياضي بالاصل. بالضبط اكو نعم اكيد يجونا كثير يعني. مثلا حتى يعني احنا شفنا كثير حتى لاعبي كمال الاجسام. كمال الاجسام شلون يعني؟ يجون مثلا عند منطقه الصدر مع عجبته يراد لها ديفينيشن، يراد لها تحديد اكثر حتى تكون بالرياضه وبالمسابقه واضحه اكثر، فيجون الكثير من يعني ممكن طيب. دكتور احنا نطلع مخشوشين يعني بهاي اللي دي نشوفها يعني نشوف بعض اللاعبين كمال الاجسام واجسامهم جميله جدا، ممكن انه الاغلب يعني ملتجئ الى موضوع يعني ممكن كنحت طيب. ممكن كنحت وممكن الهرمونات وغيرها موجوده طبعا. طيب بما يخص المقويات والمغذيات اللي ممكن انه تاخذ عن طريق الحقن، هل هي تعتبر نوع من انواع النحت او للشكل الخارجي؟ طبعا الابوليك ستيوردز اكثريتها هسه حاليا موجوده، يستخدموها لاعبي كمال الاجسام ولاعبين الرياضه بصوره عامه حتى تعطيهم شكل عضله اكبر، لكن انا يعني حقيقه ما انصح بيها لانه لازم. هو اريد اعرف دكتور ليش ما تنصح بيها بعد ما نشوف حمزه من بغداد. صباح الخير عليك يا حمزه. الو، يبدو انه الاتصال انقطع مع حمزه، نتمنى انه يعاود الاتصال مره ثانيه. طيب بعض هذه الهرمونات يعني يجب ان تكون تحت اشراف طبيب، لازم مثلا انه سحب الدم حتى تعرف نسبه الهرمون ايش قد. فاللي يصير اليوم انه دا ياخذ الهرمون بدون ما يعرف الدوز، ما يعرف جرعته ايش قد، ما يعرف ايش قد وصل الهرمون عنده، وحقيقه بعضهم حتى ياخذ الهرمونات اللي هي مو مخصصه للاستعمال البشري. وهذا شفناه حاله. ممكن بمظاهر سلبيه وتاثيرات سلبيه. وممكن تاثيراتها السلبيه كلش كثيره عليه. طيب دكتور ذكرت في بدايه حديثنا اليوم انا وحضرتك، فقلت او ذكرت موضوع نحت الوجه. نعم. واعتقد انه هاي عمليه مو سهله. مو سهله. وايضا ممكن انه تحتاج الى لمسات فنيه. صح. فنيه طبيب تحديدا طبيب التجميل حتى طبيب ممكن انه يظهر بمنظر جميل خصوصا للفتاه. لكن خلينا نشوف اتصال عندنا منه. ابو امير تحياتنا لك يا ابو امير. صباح الله بالخير حبيبي. نورتنا عيوني، تفضل ابو امير اذا عندك اي سؤال دكتور يسمعك. الله يحفظك والله يحفظ ضيفك الكريم ان شاء الله. سؤالنا بسيط ان شاء الله. تفضل على راحتك. تفضل استاذ. انا وزني خفيف. شلون وزنك؟ انت جميل شكلك حلو. الله يخليك. بس عندي شويه كرش شويه ببطني طالعه شويه لقدام. طيب. تفضل. اوكي. بالنسبه للكرش استاذ العزيز، احب اقسم لك الشحوم الموجوده. اكو شحوم موجوده في جدار البطن، واكو شحوم ثانيه داخل الاحشاء. داخل الاحشاء احنا بالعمليه مالتنا نشتغل فقط اللي موجوده تحت الجلد، اللي موجوده في الاحشاء او ناتجه مثلا عن تضخم الاحشاء، هذه ما حتروح بالعمليه مالتنا، وماكو عمليه تروحها، هذه مجرد تسوي لها رياضه ورجيم. لكن اذا موجوده مثلا بالجدار الخارجي بالبطن نفسها، هذه ممكن ازالتها بالشفط اذا كان الجلد ايضا ما بيترهل وجيد والعمر صغير، ممكن بسهوله انه البطن ترجع الى وضعها الطبيعي. تحياتنا لك وشاكرين اتصالك. طيب دكتور، كنا نتحدث عن موضوع الوجه والمظهر الخارجي للوجه، اللي انا متاكد اغلب الفتاه بالوقت الحالي يهتمون بمظهرهم وشكلهم الخارجي. طيب شنو الخطوات اللي العمليات اللي في الوجه؟ اكو عندنا شفط للشحوم خاصه في منطقه الرقبه تحت الذقن ومنطقه الجو الفك. هذا يصير هوايه، يحتاجون الى تحديد لان هذه وحده من معايير الجمال، انه يبدي يحدد منطقه الجو هذا انه يكون واضح وبارز، لانه التقدم العمري شويه شويه يبدي هذه المنطقه تبدي تقل وتبدي يكون ما واضحه، فتحتاج احيانا الى عمليات شفط. بس هم لازم الطبيب يعرف انه هل المشكله هي من تجمع الشحوم مثلا، او مثلا تحتاج الى عمليات شد الوجه او شد الرقبه. هذه لازم الطبيب يعرف الفرق بيناتهم. احيانا يحتاجون الاثنين سوا، يعني عمليات شد وعمليات الشفط. نستخدم بهالحالات عاده ممكن اجراها ب يعني جهاز الشفط العادي اللي هو لا استغناء عنه، اكو اجهزه فايزر وليزر وغيره، لكن جهاز الشفط العادي ماكو طبيب جراح تجميل ما عنده هذا الجهاز لانه يحتاجه بالاخير. وممكن استخدام اجهزه الليزر، الليزر الداخلي مو الخارجي، لانه اكو اجهزه ليزر من برا تشتغل. هذه يعني فوائدها ضعيفه كلش، يعني 10 جلسات يلا
ممكن جزء من يعني من عمليه تسوي. فممكن استخدام فتحه صغيره جدا مثلا خلف الاذن وندخل بهذا الكانيولا الصغيره ونشفط لها الشحوم الموجوده. هذا ما يخص الشحوم. طيب دكتور، عمليات التجميل اللي بتحصل بها الاونه الاخيره وبكثره، احنا نعرف كل المراكز اللي موجوده في بغداد تحديدا اصبحت لا تعد ولا تحصى، واعتقد هنالك بعض الكوادر اللي هم غير طبيه وغير مختصه ممكن انه تقوم بعمليات الشد مثل ما ذكرت قبل قليل، عمل البوتوكس يعني بالحقن وايضا الماسكات وغيرها. احنا دائما ندخل على مواقع التواصل الاجتماعي، ندخل على اليوتيوب بصوره عامه ما نشوف بها مضار، فمن ناحيه طبيه ممكن انه توعي الناس، هل يا ترى في الماسكات او الحقن او البوتوكس اللي ممكن انه نضيف جماليه نضاره شد للوجه، هل هنالك بعض السلبيات اللي ممكن تخلف هذه الحقن؟ اشكرك استاذ على هذا السؤال، هذا السؤال كله جميل. اكيد لها مضار، خاصه البوتوكس والفيلر اكو مضار كبيره اذا ما استخدمها الشخص بصوره صحيحه وما اعطاك اياها طبيب مختص. احنا يعني وجه الانسان بمجموعه كبيره من العضلات. هاي العضلات كل وحده ممكن تتاثر وتاثر بالاخرى، يعني عضلات مثلا اللي حول العين ممكن عضلة تزيد فتحة العين وممكن تغلقها تماما. فأنت لازم الطبيب يكون دارس، يكون جراح تجميل مثلا يكون دارس، يعرف العضلة اللي حيضربها بالبوتوكس شقد اللي يضربها، مثلا عدد اليونيتات أو عدد الوحدات يضربها وموقعها بالضبط، لأن بها عمق. أكون مثلا عضلة تلقاها فوق عضلة، يعني فأنت تضرب عضلة اللي هي ما مقصودة أو تشيل عضلة هي ما مكم يعني ما المفروض هي تنشل. فلازم الطبيب يعرف بالضبط وين يضرب البوتوكس. الفيلر كذلك، الفيلر مشاكله يمكن اكثر من البوتوكس، لان الفيلر مواد كثيره اليوم بالسوق، الاشخاص اللي يستعملوها كثيرا من عندهم مو اطباء تلقاهم اللي يحقنوها، فتلقى يحقن ماده مثلا بالوجه هي مثلا مخصصه لما حول العين، او يحقن ماده في حول العين يحقنها في الوجه وبعدين الذوب يجون مثلا، وبعض الاحيان لا ما تذوب يعني تسوي مشاكل مثلا خراجات. كثير من الحالات انا شفتها بالعياده خلال اسبوع تشوف لك اكثر من حاله مثلا خراج بالوجه نتيجه حقن فيلر خاطئ، مسويها بصالون ومسويها بمركز مو طبيب، وتلقى مشاكل لا تعد ولا تحصى. يمكن دكتور حتى يمكن نوعيه الحقن والدواء، يعني البوتوكس، نوعيه البوتوكس اللي موجوده اعتقد البوتوكس مناشئ كثيره، مناشئ كثيره اليوم موجوده. لازم الطبيب يعرف النوعيه، يعرف ايش قد الكونستريشن تركيزه ايش قد، ويعرف وين ده يحقن. واكو يعني اول شيء يعرف يشخص، يعني مو كل شيء تحقنه يعني مجرد حقنت بوتوكس او حقنت فيلر يعني انتهى الموضوع وصار الموضوع، يعني جزء الطبيب المختص شويه يعني ما يعرف اسعاره غاليه فالناس تتوجه الى المراكز والى المحلات. استاذ العزيز حتى لو اقول ان السعر شويه اغلى عليك، بس انت يعني على الاقل في امان. فعلا هذا وجه الانسان، وجه الانسان يعني شيء عوضه. فانت يعني ادفع حتى لو فلسين زايد، بس اني مطمئن على نفسي على وجهي، انا ما اخلي اي احد يجي يشتغل في وجهي، صعبه. لانه اليوم مظهر الانسان في الشيء يعكس يعني يعكس حتى شخصيته، يعكس حياته عمله. اكو ناس عملها على وجهها، استقبال الناس لك، فهذا مو اي واحد اخليه يبدي يشتغل به. طيب دكتور قبل ما نختم حلقتنا ويا حضرتك، لكن اريدك تقدم نصيحه لكل اللي يحسون بانه فعلا يحتاجون الى نحت، وهو يتقاعس نقدر نقول عن ترتيب جسمه، او يهمل ممكن الشحوم اللي موجوده في جسمه، ممكن انه بعض هذه الشحوم ممكن لها تاثيرات ايضا سلبيه، ممكن انه تسبب له بعض الامراض خصوصا حتى وان كانت هي تحت الجلد. طيب وايضا نصيحه عامه لكل الناس اللي ممكن انه من اللي يحتاج نحت ومن اللي ممكن انه يمارس عمل في الرياض. اولا يعني حقن سحب الشحوم، عفوا سحب الشحوم عمليه اذا اجريت بطريقه صحيحه عمليه امنه. نعم. هذه الشحوم اللي عندك ممكن تسبب لك امراض، ممكن تسبب لك مثلا امراض السكر، امراض القلب، امراض كثيره ممكن تصير، فيجب التخلص منها باسرع ما ممكن. اذا ما تقدر توخرها عن طريق الرياضه او عن طريق الدايت مالتك، ممكن تسوي عمليه اذا اجريت بصوره صحيحه تكون امينه جدا. يجب ان تبحث عن طبيب مختص، يجب ان تقرا عن الموضوع، تسال عن كل المشاكل مالته، واذا ما وضح لك الطبيب انت تساله، يقول له وضح لي شنو المشاكل اللي تصير، شنو المضاعفات اللي ممكن تحصل، وتكون بهالحاله انت بامان، وان شاء الله انتم دائما بامان ان شاء الله. وكل العراقيين وكل من يتابعنا
بامان. قبل الختام دكتور ارد اسالك، هو ما يحتاج لنا حتى لا زين انت زين اكيد زين لو زوين لا زين جزء بعد 10 سنين بس زين ان شاء الله ان شاء الله رب. تحياتنا لك دكتور، نورتنا وسعيدين بلقائك وشكرا لهذه المعلومات الوافيه. الدكتور غسان عبد الاله اختصاص الجراحه التجميليه والتقويميه اللي ضل نورت اليوم بحضورك. شكرا جزيلا. تحياتنا لك. إذن مستمرين وياكم مشاهدينا مع فقراتنا الصباحية لهذا اليوم. بعد الفاصل راح نكون مع فيروز يوم جديد وسجنان وعالم الأبراج.